أهلا بكم إلى نشرة الواحدة تأتيكم من النهار اليوم، حيث يسود هدوء حذر في العاصمة اليمنية صنعاء بعد استيلاء الحوثيين على قصر الرئاسة ومقار حكومية عديدة بينها الإعلام الرسمية. وتترقب البلاد كلمة الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي يحاصره مقاتلو الحوثي في منزله القريب من القصر بعد تهديد عبد الملك الحوثي زعيم الجماعة بالتصعيد لأبعد مدى في الأزمة الحالية. على إثر ذلك دعا مجلس التعاون الخليجي لاجتماع عاجل اليوم لمناقشة الأوضاع في اليمن. وفي نيويورك ندد مجلس الأمن بهجوم الحوثيين على القصر الرئاسي ومقر إقامة الرئيس اليمني في صنعاء. وعبر المجلس عن دعم واضح للرئيس هادي معتبرا أنه السلطة الشرعية في البلاد. هل يحكم الحوثيون صنعاء؟ سؤال سرعان ما يتبادر إلى ذهنك إذا أمعنت النظر في حال اليمن. قائد الجيش اليمني يقول إن القصر الرئاسي القابع في العاصمة صنعاء في قبضة الحوثيين بعد اشتباكهم مع الحرس الذين فر بعضهم وسلم البعض الآخر أسلحته، وهو ما ينفيه زعيم الحوثيين الذي قال إن مقاتليه لا يحتلون القصر وإنما يحمونه من نهب أسلحته ومستودعاته. المقر الرئاسي الذي حاصره الحوثيون منذ يوم الاثنين نادرا ما يستخدمه الرئيس عبد ربه هادي، فهو يدير شؤون البلاد من منزله القريب من القصر والذي تؤمنه قوات الجيش. الحوثيون يسيطرون أيضا على جهاز الأمن السياسي ومقر رئاسة الوزراء القابع في قلب العاصمة صنعاء، نفوذ يتسع سريعا بعدما فرضوا قبضتهم على التلفزيون الرسمي ووكالة الأنباء الرسمية سبأ. الحوثيون لم يكتفوا ببسط يدهم على مقرات الدولة الحيوية بل سعوا للنيل من أعضاء الحكومة، فاستهدفوا وزير الدفاع ومن قبله رئيس الحكومة إلا أنهما نجيا من محاولتي الاغتيال، كما خطفوا مدير مكتب الرئاسة أحمد بن مبارك لمنعه من تقديم مسودة الدستور الجديد. الحادث الذي سرعان ما تواترت الأحداث عقبه في اليمن وأسفر عن اشتباكات دامية بين الجيش والمسلحين، تصعيدات عسكرية متواترة لجأ إليها الحوثيون كورقة ضغط على الحكومة اعتراضا على مسودة الدستور التي طرحت رسميا السبت الماضي بهدف حل الخلافات السياسية والطائفية والإقليمية الواسعة في اليمن من خلال توزيع السلطة، وهو ما ترفضه الجماعة خوفا من إضعاف سلطتها التي اتسعت في صنعاء منذ سبتمبر الماضي. قاموا بجناية كبيرة، أولا عمدوا إلى تضمين مسودة الدستور مضامين تلامس أشياء ذات أهمية خطيرة وكبيرة تخالف وثيقة الحوار الوطني وتخالف اتفاق السلم والشراكة، وعمدوا إلى تجاهل أشياء مهمة لم يضيفوها إلى مسودة الدستور. جماعة أنصار الله الحوثيون تواجه بالأصل تهمة محاولة الانقضاض على السلطة بعدما اتسعت سيطرتهم في شمال ووسط البلاد. ما زلنا نؤكد أهمية أنه يعني احترام اتفاق السلم والشراكة ويعني اتفاق ومخرجات الحوار وأيضا المبادرة الخليجية والآليات التنفيذية ومحاولة يعني الاستفادة من الآليات التنفيذية الخاصة بهذه الاتفاقيات لحل النزاعات. والمحصلة تقول إن اليمن يبقى على صفيح ساخن يؤججه الحوثيون. شيرين مجدي، النهار اليوم.